سلامتنا ان شاء الله كامل تكونوا بخير. نسلم عليكم واحده بواحده بلا ما ننسى حتى واحده. اليوم احنا هدو على موضوع مهم جدا، مادام رانا في الصيف، كيفاش ندير ولا الطريقه الصحيحه باش ما نعرقش والعرق ديالي يكون يريح بيان. نعطيكم معلومه صغيره، انه العرق غير في حالات خاصه، يعني ما عندوش رائحه، هو كي يتلاقى مع الخلايا الميتة اللي فوق الجلد ولا الغبار ولا الأوساخ اللي تكون فوق الجلد، تما واحد البروتين يتفاعل مع هاد الأوساخ مع هاد البقايا تاع الخلايا الميتة ويطلق ريحة ماشي مليحة. مي سينو سوف إذا كان هاديك لا بيغسون عندها اون مالادي ولا كش ما شربت حلبة ولا سي نورمال العرق تاعها حيتبدل ريحتو. مي اون جينيرال العرق ما يريحش ريحة عيانه، دونك لازم نحافظوا على لا بروبرتي تاع الجسم ديالنا باش العرق ديالنا يكون يريح مليح. اهم حاجه لاستيوس انا ديالي هي هذه، اللي كامل نورمالمون حنايا في المغرب العربي اون جينيرال نستعملوها، اللي هي الكاسه. انك او موان خطره في السمانه تكيسي مليح، وخاصه تحت طوابقك، يعني ماشي غير تحت طوابقك، وين كاين الطوابق كامل تكيسي بيان 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 او موان اون فوا بار سيمين. ديري شغل حنا نقولو حمام تاع زوج سوايع وتكيسي مليح، هكذا ميم تعرقي يعني او كور دو لا سيمين العرق ديالك يكون ريحتو بيان. هذا هو السر اللي يخليك تعرقي، ولا يعني كي تعرقي الريحه تاع العرق ما تكونش فايحه حاشاكم. لكن قبل الكاسه حاجه ثانيه مهمه ومهمه جدا، هي انك تنحي لي بوال. هذه هي شغل تنحي الشعر تحت طوابق ديالك وفي الاماكن الحساسه، لازم توجور المراه تهتم بهاد الحاجه انه ما تخليش الشعر. هذه هي عندك طرق عديده لازاله الشعر. بون انا الكثره نستعمل هذه، الكثره نستعمل هذه، لكن كاين هدايا. بون كاين هذا الواكس، الواكس هدايا اللي تستعمليه في لاباغاي ولا تسخنيه في الباماري ولا شغل، هذا الواكس يعني ساخن. وكاين واكس هاوليك، شوفي واكس فخوا، واكس فخوا هذا بلا ما تسخنيه بلا ما تحقي لاباري ني غيان ديتو، هذا هو يجي دايب. بصح وشنو لازم تعاوني روحك بهادوما، بهادوما سختو في الصيف يجي دايب شويه، تعاوني روحك بهادوما. هم يتباعوا بالباكي ماشي غاليين بزاف، وفيهم الباكي فيه بزاف يعني يشد لك. مام هدايا هدية في الصيف تكون دايبه، تعاوني روحك بهادي. سينو كاين تانيت يعني طرق واحد اخرى لازاله الشعر، كما هاد لي زاباري بزاف ملاح. شوفوا هدية تاعي انا براون نف نورمالمون. اذا حبيتوا معلومات كتر عليها قولوا لي ندير لكم هدية تقدروا ديروا بها تحت الماء. هكذا كانت عندي وحده ديجا ما تقدريش ديري بها تحت الماء، هذه تقدري ديريها ديري بها تحت الماء، يعني كي تكوني دوشي تنحي بها. حبيتو ندير لكم فيديو عليها، فيديو تفصيلي يعني مميزات وعيوب، عجبتني ما عجبتني، شحال شريتها وهكذا، باش يعني نعطيكم كامل المعلومات عليها. اذا حبيتو طرحوا الاسئله باش هكذا نجاوبكم ديريكتومون في فيديو اخر تفصيلي عليها. ثاني حاجه واحده اخرى مهمه، انك كي تخرجي خلاص يعني كيستي او موان اون فوا بار سيمين، نقيتي روحك بيان، نحيتي لي بوال اي تو سا، مي كي تجي خارجه الملابس مهمه انك توجور تحت الحجاب. شتو حنا جينيرالمون الحجاب تاعنا يكونوا القماش تاعهم ماشي كوتون، يعني الحجاب تاعنا معروفين باللي ما بيش شنو هذاك القماش، ما نعرفش الاقمشه ديزولي، مي يكون كشغل لو كان تعرقي عليه العرق ديالك ما يشربوش العرق. فوالا القماش تاع الحجاب تاعنا ما يشربوش العرق، لذلك توجور توجور شوفوا تشرو هادوما بصح تخيرو كوتون، يجو دومي مونش هكذايا باش كي تعرقي يشرب لك العرق ديالك. هادي هي هادي سي تري امبورطون. وتاني في الصيف اذا خرجتي بالحاجه ما غسليها ديريكتومون، يعني ماشي تعلقيها وتعاودي تلبسيها، باسكو انت تبان لك نقيه، مي تاكدي لو كان تعاودي تلبسيها راح يكون فيها غبره، وهذيك الغبره والاوساخ يعني الاوساخ كامل يتلاقاو مع العرق ديالك وراح يفوح. دونك لبستي حجاب غسليه ديريكتومون، ينشف تمتم رانا في الصيف. هكذا حاجه واحده اخرى تانية تقدري تساعدي بها روحك، هي
هادوما دودون، بصح هادي دودون حبيت نوريها لكم. وعلاش؟ باسكو شوفوا واش مكتوب، مكتوب مانيزيوم بروتكت، يعني احنا لي دودون نعرفوهم بلي مخدومين جينيرالمون بالاملاح الالومنيوم اللي هي مضره بالصحه، بصح هذا الدودون بالذات مكتوب بالمانيزيوم اللي هو ماشي مضر للصحه، العكس مليح لجسم الانسان، الجسم الانسان يسحق المانيزيوم. دونك هذه هي هذه نقطه في النقطه. اسكو كاين في دوطخ مارك؟ والله ما على بالي انا هذه اللي عندي ونديرها، ما بيش ولا كاين دوطخ مارك. اذا نتوما تعرفوا دوطخ مارك ما فيهمش الومنيوم، ما عليكم غير تكتبوهم في لي كومونتير، هكذا انا نستفاد والمتتبعات اللي قراو لي كومونتير تاني يستفادوا. ان شاء الله هذه الفيديو تكون عجبتكم، ونتلاقاو الخطره الجايه. وما كاين جل دوش اللي ما فيهش يعني يكون ناتخ، دوكا خلاص لي اذا شريتو نوريه لكم. هذه هي، نتلاقاو الخطره الجايه ان شاء الله نكون فتكم. وكما قلت لكم اذا حبيتوا فيديو تفصيلي على هذا لاباري ما عليكم غير تخلوا لي في لي كومونتير وانا نجاوبكم. بقاو على خير.